وللحديث أكثر ينضم معنا عبر سكايب رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات أحمد اليسري. مرحبا بك سيد أحمد. كيف ترى التعديلات المقترحة على قانون انتخابات مجالس المحافظات، خاصة أن هنالك من يؤيد دمج قانوني مجلس النواب والمحافظات؟ هل هنالك مخالفة دستورية في الدمج؟ تفضل. تحية لحضرتك وتحية لجميع مشاهدي قناة الكلمة، وأتمنى إعادة سؤال. نعم سيد أحمد، يعني كيف ترى التعديلات القانونية المقترحة على قانون انتخابات مجالس المحافظات، خصوصا هنالك من يؤيد دمج قانوني مجلس النواب وقانون مجلس المحافظات، هل هنالك مخالفة دستورية في هذا الدمج؟ أنا أعتقد الموضوع ليس متعلق بالمخالفات الدستورية المتعلقة بهذا الموضوع، ولكن هناك رغبة اجتماعية وعدم اتفاق سياسي حقيقة حول هذا الموضوع. هناك كتل كلاسيكية تحاول أن تذهب بمسار واحد أو مسار إعادة القانون القديم حقيقة. لذلك أنا أعتقد حالة من التجانب تحصل بين الكتل التي يعني كتل كبيرة التي تعتقد أن هذا القانون سيعقد مشهد حضورها الانتخابي في المرحله القادمه. ولذلك يعني هو حاله تجاذب، الموضوع ليس متعلق بقواعد الموضوع الدستوريه، وانما متعلق بالاداء السياسي الذي سينتجه تمرير هذا القانون. انا هذه وجهه نظري. اعتقد انه العوده الى الوراء يعني سيعقد المشهد، سيحول الانسداد من انسداد سياسي بين الكتل الى انسداد اجتماعي بين الكتل والقواعد الشعبيه. يعني سيد أحمد، مثل ما ذكرت حضرتك أنه معظم الكتل المشكلة للحكومة أو الكتل الكبيرة متفقة على اعتماد النظام الانتخابي سانت ليغو وفق الدائرة الواحدة، كيف هذه الكتل الصغيرة ستواجه يعني الكتل، المواقف الرافضة للكتل الصغيرة خاصة الشعبية مثل ما ذكرت حضرتك منها تجاه هذا القانون؟ أنا أعتقد أن الكتل الكبيرة الحالية هي تحاول أن تشغل الرأي العام في المرحلة القادمة، بمعنى أن هناك حالة هدنة بين المجتمع العراقي بكل مكوناته الاجتماعية والسياسية المعارضة أو المستقلة مع الكتل التي تتصدى المشهد الحالي والتي من المفترض أن تحقق إنجاز، و يعني تعتقد انه المرحله القادمه هي مرحله محاسبه على الانجاز، فتحاول ان ترسخ مفهوم البقاء من خلال اثاره هذا الموضوع والتركيز على البراغماتيه السياسيه ان صح التعبير. فلذلك انا اعتقد هي اشبه بقنبله دخان تحاول ان تطلق الكتل الكبرى الحاكمه في هذه الدوله البرلمانيه من اجل احراج الخصوم واشغال الراي العام حتى لا يجتمع الراي الاجتماعي المعارض والراي البرلماني المستقل او المعارض ايضا ضدها في المرحله القادمه. انا اعتقد ممكن نقراه بهذا الشكل. يعني بعض الكتل سجلت اعتراضها على تعديل قانون الانتخابات وفق سانت ليغو، لكن ذكرت حضرتك أنه ستكون هنالك قنبلة دخانية في حال أنه كان التغيير المنشود الذي تطالب به الكتل الكبيرة قد حصل. ما أنا لا أعتقد أنه سيحصل دون اتفاق. إذا حصل دون اتفاق يعني هذا هناك عودة لمواجهة مع الشعب. الموضوع الانتخابات موضوع مهم جدا وهو موضوع مفصلي، وكان مطلبا من مطالب الجماهير سواء في ثورة تشرين أو حتى ما بعد يعني ذهاب حكومة الكاظمي وقدوم حكومة السودان. حكومة السودان يطلق عليها منتجوها أو مؤسسوها أنها حكومة الفرصة الأخيرة. ما معنى الفرصة الأخيرة؟ الفرصة الأخيرة هي فرصة الانتخابات القادمة، هي فرصة صناعة الرأي القادمة. من يطلق هذه التسمية أنها الفرصة الأخيرة؟ هل الشارع العراقي يطلق تلك التسمية أم الكتل السياسية أنفسهم يطلقون تلك التسمية؟ أنا أعتقد الواقع العراقي بغض النظر عن الكتل أو
يعني التجمعات المجتمعيه. الواقع السياسي هو الذي يفرض هذه التسميه. الواقع صعب جدا حقيقه، نشهد حاله من الانسداد الاقتصادي، حاله من التخبط والعشوائيه. يعني حتى انا كنت اتابع مع حضراتكم موضوع اجراءات الحكومه فيما يتعلق بسعر الصرف باعتبارها هي المشكله الابرز حاليا. يعني هذه اجراءات انا اعتبرها اجراءات اعتباريه لاعاده مركزيه الدوله، ولكن متى فاعليتها في الواقع؟ طيب بل على العكس، يعني نعم. فصلت القطاع الخاص عن العام ولم تقدم حلول للمواطن. بالنتيجه ليس المهم ان تثبت سطوه الدوله او قوه الدوله، المهم ان تحقق اجراءات تخدم المواطن. نعم. لم يخدم المواطن، سعر الصرف لا زال عاليا، والحكومه تحاول ان تخفضه باجراءات. طيب سيد احمد، يعني نعم هنالك كتله كبيره، هنالك جمهور كبير وهو جمهور التيار الصدري، كيف تتوقع موقف التيار الصدري في حال تعديل القانون وفق الدائره الواحده؟ هل سيؤثر ذلك على حجمه وثقله في البرلمان؟ التيار الصدري خرج من هذه الدورة البرلمانية لكي يحرج الإطار. نعم. لكي يجعل الإطار يعني يتحمل أعباء هذه المحكمة حتى يحقق إنجازا انتخابيا قادما. إذا تغير القانون هذا الأمر سيحرج التيار الصدري ويعيده إلى المربع الأول، يعني المربع التحالفات القديمة. فلذلك أنا أعتقد الصدريون هم أبرز من سيعارضون هذا يعني تغيير القانون الجديد او العوده الى القانون القديم، لانهم بفضل هذا القانون حققوا انجازا كبيرا. فبكل تاكيد مسارات الاعتراض على هذا الموضوع ممكن ان تكون العوده الى الشارع، ممكن ان تكون يعني الضغط عبر الرمزيه التي يشكلها قائد تيار السيد مقتدى لدفع المستقلين او الكتل الاخرى لعدم التصويت. يعني مسارات متعددة، ولكني على المستوى الشخصي أعتقد أنه إذا تحقق أو إذا حصل إخفاق في إجراءات الحكومة السودانية فالأمر سيسهل يعني الوضع للصدريين. نعم. للنزول إلى الشارع، والصدريون في هذه اللحظة لا يملكون إلا الشارع. نعم. أحمد الياسري رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات كنت معنا، شكرا جزيلا لك.